ازيك يا محمد؟ الله يعينك. اخويا الجمر بتاع الدفان ولا نعم؟ الجمر جاي. اتفضل. الدخان ليجير موجود، الكريستال ليجير مش موجود، الكريستال مش موجود. شنو تحب تسير يا والله نشتري فيه من الجمرك. قديش؟ بالنسبة لنا نكافئك مارس تجار نكافئك نقضي ب 3500. مش يقولوا ساعات تمشي الجمرك تلقاها مفقودة؟ جل الوقت تلقاها مفقودة. تشتري من حماس ميلا؟ نشتري من حماس. قديش من حماس؟ حماس سيجار 140 170. فما فرق كبير بين الجمرك والحماس؟ حماس ديما هذاك فارق 300 400 فرنك في الباكو، لازم أكيد هذاك الديمارش نتاعو ديما يعملها، فهمت؟ لكن هذه حاجة إن شاء الله يا ربي يتوب علينا منها. الواحد قداش تشري فيه؟ 3200 كل واحد بيسوقه. الحماسة من القمر قداش؟ أنا قلت لك أنا كل مرة كل واحد بصوم يبيع، مش كل مرة تاخذ بصوم. 2800 من الحماسة قداش؟ لا مشيش معاهم أنتم ديما تلقى في القمرك؟ أي نمشي كان القمرك، غير القمرك ما نشريش. شي خاطر يعرفك يعطيك؟ لا ليجير. عندك ليجير؟ عندي ليجير. قداش فيه؟ 3300. عليه ب 3300 او ب 2550 بالضبط. لا ناخذ فيه ب 3200. مع شكون تاخذ فيه؟ مع عندي القمر. مع عندي القمر. القمر هو اللي يجيب ويبيع لكم؟ بيع. ها؟ الكريستال موجود ولا؟ الكريستال ناقص على ما عندكش انت كريستال تو؟ عندي كريستال. قداش بيع فيه؟ 1350. عليه 1350 14100. فما شكون يبيع حتى 15100 كل سنه 1350 مساعد. يقول لك ينقص السوم يطلع؟ بالطبع حاجه معروفه. مارشي نواري. مارشي نواري. مارشي نواري. والامريكان يقول تاع الاجنبي الدخان عادي نورمال بسوم يعني. بسوم هاي بسوم. نفسه من قمرك ولا ازيد شوي؟ ها؟ نفسه من قمرك ولا ازيد شوي؟ بالطبع ازيد شوي مش قمرك. يشري من قمرك. ما عرفش حاجه نحبوا نفهموها، علاش القمرك يبان لكم انتم؟ بالطبع احنا ديزيام القمرك هو يشري من القباض. اي القمرك يشري من القباض ويبيع لنا. تو القمرك يشريه ب السعر 2550 هكا ولا تاع الليجير مثلا. اي يشريه 2550 وعنده 6% ربح. كي يبدا ناقص يولي يشري من برا مش هنا. يولي اغلى الدخان هكا. طيب كنت تقول لي الدخان الخارجي يجي من برا نفهمك، اما هذا بتاع تونس انتاج تونسي. انتاج تونسي من برا كيف كيف؟ خاطر ما فماش مصداقيه. شنو الليجير والكريستال ينتجوا فيه برا والمارس انتير وال... طبعا مش البرا من تونس، البرا من القباط. اه برا من القباط. طبعا ماهوش موجود في الوقت الحالي. بالنسبه فيه معناتها نقص كبير برشا. معناتها كي تمشي تيخو معناتها اقليه، وهو معناتها اللي خارج، وهو معناتها اللي مطلوب ياسر عليه الطلب برشا في السوق. شنو الحاجات اللي سالت فيها من تونسي؟ دخان تونسي. دخان تونسي هذوما هما معناتها حاجه معناتها اللي خلت لها. انواع انواع معناتها. مارس ليجير، كريستال، كريستال ليجير، والمالبوروهات. حتى هذوما الدخان معناتها نتاعنا. كي تمشي للخباطه ما تلقاوش الكميات اللي... ما تلقاش ما يعطيكش الكونتيتي اللي تحبها ما تلقاش مثلا الحاجه اللي انت مثلا معناها هوني في المرسى قداش في المرسى مثلا انت وكر... كيما نقولوا باش تاخذ معناتها كريستال تمشي يعطيك 25 باك 25 باك نتاع 25 25 باك ما يخدمكش معناتها ما يوصلش باش تخدم تتعامل معناتها كيما نقولوا باش تعطي مثلا البرارك للحماس تو الحماس ولا يمشي يدبر رخصه ويمشي للقوات معناتها انت تخلص في هذا ايه هو يعمل نقبه في حيط ويخدم الرخصه معناتها كريها يا خوها الله اعلم كيفاش معناتها ثم ناس معناتها تلقاها كيفاش تطرفك وكيفاش تجيب في السلاح هذيك المشكله تو ولات كبيره برشا في تونس لا سمعت تو تتخلص في الاداءات وتخدم على روحك واحد فك واحد يجي ياخذ رخصه ويمشي تمشي تحت حيطك هيك 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 ناس تخدمك هيك وناس ولات تخدمك الاشكال فين في القباضه فيك ماناش فاهمين تو الاشكال وين نحن لا احنا ماناش فاهمين نحن بيدنا ماناش فاهمين
نحن الاشكال سامحني تو تجي مثلا بقه دخان ب 2550 مسعر ما عند الحاكم 2550 ما تلقاهوش ما تلقاهوش في الجمرك ما تلقاهش تمشي الحماس تلقاه ب 3300 تلقاه عند الحماس عليه الله اعلم هذه الحاجه يلزمك تفهم امشي تو كريستال كريستال العادي تمشي للكريستال تمشي للحماس هاو بجنبي تلقى عنده كريستال انا ما عنديش كريستال فهمت مالبروات تو معناتها كعتاو شويه سومو معناتها محطوط نخدموا عاد توا وليت حاجه معناتها مو مشكله كبيره كبيره يجيك يقول لك لا انت تخاخني تعطي الحماسه وانت تخلي روحك بلاش الانسان اللي ياخذ العادي معناتها عندك اليوم باش تاخذ بك مستهلك باش تاخذ بك ما يلقاش عندك يمشي الحماسه بجنبك يرقى عندك يرجع لك يعمل لك مشكل اي لكن انت تبيعوا ب 2550 والحماسه يبيعوا ب 3300 لما الفارق بتاع 800 مليم يوصل يسبك كليون يوصل يسبك قول لك لا انت خاطر جبت هالسلعه عطيتها للحماس باش كيفاش تعطيه للحماس وانت وانا مسكر حانوتي ما نخدمش سامحني لكن سامحني ثم تو الحماس يقول لك لا الجمرك هو اللي يجيب لنا ويبيع لنا معناها مش تحكي عليك انت ولكن معناها على زملائك ولا الناس اللي في هذي علاش قلت لك الاشكال الراعي ماهيش منا نحن معناتها تو كي تخاخني فهمت تو باش تمشي ترقى معناتها في القباضه يحط لك مثلا اليوم ثم اللايت ما ثماش مثلا مالبورو احمر ما ثماش تو كيما هاك تشوف التوتش ما ثماش مالبورو اكحل ما ثماش الانواع الاخرين موجودين هذه الحاجه معناتها اشكال كبير مشكله كبيره بالحق مشكله قبرك ما عندوش حماس حماس عند بالحق بالحق نحكوا على الموضوع هذا رغم اللي هو ياخذ من عند يعني من القباضه معناها من وهذيك مشكله كبيره مش كبيره اون بلوس برودكسيون تاعنا مش يعني هذا حاجه ولا حاجه بالتميز ولا مهمه هاي سي والحماسه فارق السوم قداش ما بين ديما تلقى دينار ديما في فاسون فمو كان دينار ديما في الدخان الكل هكا ولا سهل الدخان الكل فمو كان دينار ديما جبر مش كيف زعما زعما مش كيف كل شيء بيبا وواحد اللي كل كان حاسد وربي يعينكم السلام حسنا بكل ليجير ليجير لا يوجد ولك شنو ليجير هذاك خاطي هذاك تبع حاجة أخرى رايو برسمي برسمي مش البيع هذاك ايه البيع تمشي لبرا تلقى 3300 من نادر جدا كون ندخلوا الجمرك تاع دخان بلغه التواس ونلقوا اللي جاي هذه اصبحت ظاهره مالوفه في معظم نقاط البيع تاع الدخان ومع ذلك معناها احنا شفنا عند الحماسه معناها متوفر كميات كبيره وكميات مهوله وباسعار مرتفعه ايضا فهمت يبقى بالسؤال باش نشوفوا مع الموزعين مع القباضه الماليه مع كافة الجهات المسؤولة في وزارة المالية حول ظاهرة الأسواق اللي موازية للدخان واللي على ما يبدو هي ظاهرة احتكارية أكثر منها لأنه كيف نشوفوا احنا سعر السيجارة باكو الدخان ب 2550 نحفوا منه 6% اللي هي هامش الربح هكا ولا فهمتي نلقاوها البرة ب 3300 يعني قرابة أزيد من 800 مليم معناها على السعر العادي نلقاوها البرة تابعونا في هذا البحث تحولنا إلى أحدى نقاط توزيع الدخان بإقليم تونس وتحديداً القباضة المالية بأريانا وهي من النقاط الهامة واللي عليها ضغط كبير من قبل حاملي رخص بيع الدخان اللي يبلغ عددها من اليوم 13400 رخصة بالبلاد التونسي في حين سنة 2010 كانت 9200 رخصة أي بزيادة تفوق 4000 رخصة تم إسنادها في السنوات الأخيرة للحالات الاجتماعية وضعاف الحال وهذا سؤال على مدى قدرتهم على ممارسة المهنة ماديا وصحيا هذا برنامج نظر الشارع والشارع معدود نظر شوف السلعة أخوي نصلح بها نحن كريم اللي كريم 500 واللي كريم 600 السلعة ذي ما فيها شربة 50 دينار ماكسيموم 100 دينار باش ما نكذبش شنو المشكل مثلا 100 سلعه ما نعرفوش لا حد يعطيك جواب صحيح المتاخرين الكل كان واحد عنده جواب صحيح نتحدى حتى واحد ما يعرف شنو السبب
حتى سيد القابض ما يعرف شنو السبب. سامحني انتم كجوه هوني القباضه باش تاخذ الدخان ما تلقاوش الكميات حاجه ساعه الكريستال ما فماش وما نعرفش منين تبيع مارشنوار راه الكريستال برا حماسه تلقى راه باش تحكوا عليه المارشنوار وباش تحكوا عليه انتم هنا في القباضه شنو المشكل؟ المشكله سلام ما فماش نقطه وجع السطر شنو المشكل اخر؟ حانوت غادي في سونتر فيل ناخذ 150 ليجير 50 ميريت نمشي عندهم المشكلة هذه معناها يوميا ولا عندها يوميا باش من قبل الثورة ماشي حتى واحد يكذب عليك من قبل الثورة التو نخش بعد الثورة برك من قبل الثورة التو اي لكن التو كبرت معناها تعرف علاش كثرت خاطر هما بعد الثورة كثروا في الرخص دونك السلعة كانت كردونة تتقسم على 10 ولا كردونة تتقسم على 100 قابل تلقى عنده مثلا 300 رخصة يبعثوا له 10 كرادن كريستال شنو تحبوا يعمل يقسمها 20-20 الموضوع هذا ما يتحل كان بالله انتيا غاديك موضوع عند الناس الكبار مش انا نخبروا فهموا الناس الكبار معنا عندكم رخص وجوا باش تشتروا منها بامور معناها قانونيه الدخان ما عندكمش انتم في لي بوان فون انا في الجمارك بجنبك الحماس وثلاثه واربعه ونصابه تلقى عنده سلعه ها يبحث كيف في الجمارك ها باش نقول لك علاش هذاك على خاطر في التوزيع كل ولايه وشنو اللي يعطيوها تو مثلا الامريكا في الكيف ما يخرجش ما ياكلوش يتكيف كان لي كريستال نحكوا على نتاعنا ها باش نحكي لك علاش انا جمالكي علاش انا جمالكي عندي والحماه ما عنديش والحماه الفندي عنده خاطر هذا اللي عنده الفلوس يطلع للكيف يشري لامريكا وعنده شكون يامن له الطريق وعنده شكون يامن له الطريق يجيب يبيعوا مرشي نوار زاد ما ياخذوا زاد من الكوبري مثنيه من محطه من محطه هذا ياكل وذاك ياكل وذاك ياكل وذاك ياكل باش يخلط لك اللي كنت زايد 200 زايد 300 زايد 400 زايد 200 300 زايد نو بورتيدير انا يا ولد لا باكو لا لا باكو الدخان زايد دينار ماهيش نورمال 6.5 ها باش نحسبوك اللي جاب تاخذ فيه 2550 6% ناحيه 6% جاي 2400 يتباع ما بين 3000 3200 3400 عند الحماس هذاك عند الحماس هذاك موضوع اخر هو في الدستور البلاد قانونيا الحماس ما عندوش الحق يبيع الدخان كان بيع الدخان وديتاي القانون تاع البلاد ما فماش تباع بالسيجار وموش بالسيجار اما الحاكم يخلي العباد تخدم على روحها حتى تحلت في الطويل العباد سامحني عم ناصر هو حماس برك يجيك باش يهز السلعه يقول لك اعطيني 200 باكو ولا اقل ما يمكن اقل شيء باكو نجم انا باش نمشي لفاركس نجيبو مارش نوار فما ما فماش معادله في التفريق الولايات البرة فما بقى يمشي لهم اكثر لهنا مثلا عندنا 500 التوزيع غالي التوزيع غالي 50 كاردونه انا مثلا نوريك تجيني الحانوتي نوريك تخلص زاد باش نعيش مخك يقف معنا عملوا لي ريدرسمو على البرومو سبور وكان ما في باليش ومعنا وما جيتش تحت في حاجه تحت راسي نسكر المحل ونخرج نولي بطال في الشارع. اي ثم زملائك مازال يكلوا في الرخص مثلا انت تاع عندك رخصه واحده ثم زعيمك تلقى عنده 10 و15 وقت اللي تحس فيه الدوله سامحني الدوله انت تاخذ 100 هو يشتري 10 بعد وقت اللي انا ما نلقاش نتلز باش نشري رخص تو انا اليوم كيما اليوم كيما اليوم عندي زوج رخص عندي زوج رخص المعلومات تنظم انت وتوفر السلعه طبعا شو تبيع حتى شيء كيما اليوم عندي رخصه عندي رخصه عندي عندي رخصه عندي رخصه تاع ولد خالت مرتي وعندي رخصه كره انا لهنا زوج رخص تو شريت رخصه 70,000 شريت يا اخي 70,000 شنو تحبني نعمل؟ برا الزحام مرشوا يحبوا يقعدوا لهنا يحبوا يقعدوا هنا يتباعوا تحت الحيط لهنا اما كي تبدا اللوكال يوفروا اللوكال ترجع بتاعك صار السلعة تخف الضغط والعباد الكل تاخذ كيف تري بيان انا واحدة من الحلول نجي من منوبة لهنا في تاكسي يوميا على اساس باش نحل بعض ليه تتقسم ترجع ناس غاد ترجع تجي من حي تضامس تجي من جديدة تجي من ريان من منوبة تجي من باردو عليه يلزم لوكال غاد تخف ودليل مثلا مرنقية تجي العباد وعزيز كبار من قلعة لبنان يلزم المقر هو قبل كل شيء
خلي تخفف شويه ويتحان المرشنوار. شنو نبيعوا سلعه غادي تحت الحيط؟ قد باش يقعد يعس القابض ولا العوين؟ قد باش يقعد يعسوا؟ نحن اش دخلنا في هذايا؟ باش يدخل القابض ليه؟ ها فما ها فما الكريستال مثلا تبدا السلعه ماهيش موجوده عندنا هنا. تخاف من برا يجيك يقول لك ليه؟ هو تخافني عنده سلعه مثلا. وين السلعه؟ هاي برا اش دخلنا نحن؟ الدولة تمنح البيع المشروط ولا ايه؟ ممنوع. كيفاش الدولة تمنح وهي تعمل فيه؟ هي لهنا تاخذ 100 ريال على 50 سلفة، الدولة تمنعه من شراء وهي على بالك. لك زاد انتوما فيكم، ما نقولش بكلكم، لكن فيكم شكون ياخذ كرة في الدخان؟ معناها يخدم في 800 مليون و500 مليون. لا سي سي لا موجود، لا موجود، لا موجود، أقروا بهذا. اي موجود، ايش؟ مسيطرة على الدخان. أما اي كيما سمعنا احنا لوبيات، لوبيات خويا كي تبدا سلعة مسيبة يبدا عنده 500 ولا مليار يبدا يشرع ويخبش، وقت تاع السلعة ويهبط لها للسوق. سي موجود باش تنحروا اسلاميين هذوما المسيطرين على الدخان، يلزم لهنا فما ديمومه، ديمومه السلعه. الموضوع هذا تاع الاسلاموال في الميادين الكل. لا فلوس يشبوه هذا. انا عندي جماعه ما عنديش كريستال. بروبليمها باش هو جاك قال لك علاش؟ عنده 20 كارت. قال لك علاش مارشي نوار؟ وفر السلعه تاعك تحت كل سعر. يوستين كريستال موجود. الكترا 50 الكترا 50 رواية لا 40 رواية نسيب رواية 10 المريد 50 رواية مروح خويا من الأطراف الدخيلة على عملية توزيع السجائر التي تعد من اختصاص الوكالة الوطنية للتبغ والوقي والقباض المالي، نلقاو طرف ثالث يقوم بعملية وساط يعرف بالحمال، يقوم بعملية توزيع داخل القباض وخارجه، وهذه العملية تطرح أكثر من سؤال. أنت الأولاد هنا أنتم اللي تعبوا الكلام يعني هاي نهبت الصرا وأنت نعدوا التخخني توصل الولاد توصل الروج يتعبس طابت لنا تتعب وتخش تمشي للمالي. الكرات هذا مش شفتو فيهم انتم معناها بعد توصلوا للمالي توصلوا للمالي هم ديريكت. لو كيفاش عاملين لكم توكيل كيك مارش فهمت بالتوكيل ماخذين توكيل على التخني ماشي ماخذين توكيل على التخني ومقدروا معاقين احنا نعبوا لهم السلع ناخذوها بالثبات نقبلوهم عند الجمرك بالثبات نوصلوا للمولاه بالثبات يعني نعبوا له في الكراد ونوصلوا للمولاه كان معاق هنا نهز من الدول ماهوش معاق يعني كوسيط احنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا الله
هوش معاقر نزلوا في الكهرباء وصلوا للدار نتاعهم للدار من الحانوت الموقع وين يخدمهم. هذه بالنسبه للمهمه تاعنا نحن وعن سياده الله احنا نخدموا فيها يعني. المقابل تاخذوا فيه انتم مقابل لا احنا لا مش على حال حساب المقابل تاع الدخان. تبعين شكون انتم؟ تبعين واحد نخدموا خواص خواص يعني كحمال نسمى فهمت ناخذوا على حساب الدخاخ هو اللي يخلص من الدخاخ ناخذ كردون 250 فرنك يعني عنده زوج ولا ثلاثه ولا اربعه نمشوا الان بال 250 مليم هذو من يجوا هوني هذا من يجوا هما خاطر نهزوا لهم احنا في الكراه نهزوا لهم السلعه للكراه نهزوا لهم السلعه للكراه بالوفقه يعني مدون 3000 2000 يعني هكاك العمالي فهمت خويا. هذه بالنسبه لهذه المهنه تاعنا احنا كحمال نقول انا عن من عام بالنسبه لي انا من عام 79 في المهنه هذه والحمد لله وضعية هذه وضعية والله الحمد لله رب ما له خير نخدمه مع القابض مع الناس كل امورنا واضحه حال اي قابض يجيني جديد راهي امورنا واضحه معاه وزاد الله من اولاد نتاعنا زاد امور نتساهلوا في العمليه نتساهلوا في العمليه ما بين القوم وما بين المواطن ما بين المواطن ما بين المواطن البر مرتاح ساعه ساعه يشد حانوت يخدم روح احنا نوصلوا السلعة للدار الحاج كبير خذيته ولقيته في الكميه من الحاج كبير اللي موجود انا ناخذ فيه اللي لا اللي انت طلبته معناها علاش طلبته؟ لازم تشري ممكن الكريستال ناقص كيما الليجير ناقص ثم قبضات خارج العاصمه تخفي كردونه وزوز ليجير ويربطوهم ليجير بالكريستال ليجير بالكريستال ليجير معناها بلع ثم كميات كبيره ياخذوا فيها ويبعثوا في الامريكان والرويال والفرنسيس وياكل شيء يبعثوه في البلايص ما يمشيش غاديك هو اللي هما يجبروه يجيبوه هنا باش ناخذونا على مارشي نوار يخلقوا في الدوله تخلق فيه المارشي نوار مش نحن نخلقوا فيه المارشي نوار وفر في العاصمه انت اخي المارشي نتاعك انت العاصمه فيها 4 ملايين كي توفروا في العاصمه طبعا ثم هذا المارشي نوار ما عادش يمشي المارشي نوار يطيح بالسيف عليه السوق اما انت تبعثوا لبر وتحب نحن ما ناخذوهوش مو نحن نحبوا نخدموا عندنا صغار عندنا الواحد شنو نتجو وثم المسكين يمشي يجيب تفك له السلع ممنوع خاطر الجيبان وانت تعرف ما بك السيركوي تعرفوا فما دي زاتيكت بتباع أرخص من القباضة البرة بالموان فانساك بالموان فان بالموان بزوين سلعة ديك فهمت هو كي ياخو بالشرط ياخو مثلا يمسك قباضة تعطيه بالشرط هو أبليجي بيجي يبيع بالشرط زادة يعرف يوزع يبيع بالخسارة نورمال ما ربح في ارتيكل آخر يبيع لك الليجير مثلا 29 وهو باع الكريستال ليجير بالموان 10 والموان 15 يريها بالقباضة يهز بعض كان توصل لهون يعطيه في 500 ليجير في الجمعة تتسوم يرجع بالسيف عليه هذا جانب لعملية توزيع السجائر عبر المنافذ الرسمي داخل القباض المالي ويبقى الإشكال حول قاعدة العرض والطلب وتفاقم عدد الرخص ومخلفاتها على عملية التوزيع حسب العاملين المباشرين لمهنة بيع الدخان وهو قطاع مهني غير مهيكل وهذا ما جعله عرضة للدخلاء والمحتكرين. سجلنا بعد الثورة من ناحية على مستوى مسالك التوزيع تفاقم ظاهرة متاع الرخص كانت الرخص في حدود 9200 رخصة اليوم عندنا ما يزيد على 13400 رخصة ما يعبر عنها برخص الجمرك رخصة الجمرك أغلبيتها ما عندهاش محلات لترويج منتجات الاختصاص وبالتالي هذوما دخلوا في ما نسميه احنا بالمسالك الغير قانونيه للتوزيع بحكم ما عندهمش محلات يتعاطوا النشاط هذايا مع ناس مضاربه في السوق وتتعاطى عمليات الاحتكار بالتالي المنتوجات اللي فيها قله في السوق هذيك تتم على اساسها المضاربه في السوق وتباع باسعار تفوق الاسعار الرسميه. الدوله هي دبية الدوله الوكاله دبية ولكن من بعد الناس اللي تشتري هالبضايع هذه الكل واليوم الناس اللي هما مكلفين معناتها الناس اللي عندهم الرخص وبش يعرضوا البضاعة للعموم في الدكاكين متاعهم الناس هذوما يفوتوا فيها البضاعة قبل ما توصل للوحدة متاعهم للدكاكين متاعهم اللي تعرض على العموم هذه الإشكالية الناس هذوما السلطة الإدارية عندها القدرة أنها تسحب لهم التراخيص لأنه ما احترموش الشروط اللي جات في الأمر العلي تاع البي ما احترموهاش وكان بالإمكان
ثم لجنة على مستوى الولاية تسحب الرخصة. وين اللجنة هذه؟ شنو تعمل اللجنة هذه؟ فيها أطراف عديدة، فيها وزارة الصحة، فيها وزارة الدفاع، فيها المعتمد، فيها برشا سلطات اليوم تحضر، وزارة المالية ممثلة في شخص الإدارة العامة للأداءات. وين هم هذوم الأطراف هذه الكل؟ هو الإشكال على مستوى الرخصة، وأنه في القانون يا يكون البائع الأصلي معناها صاحب الرخصة هو اللي يتزود، أو المساعد متاعه إذا هو معناها إنسان معاق أو ما ينجمش ينقل أو ضرير، يكون عنده مساعد للبيع. من الإخلالات اللي تمت على مستوى رخص توزيع أنه تم الترخيص لاقتناء منتوجات الاختصاص عن طريق وكلاء عنده توكيل من طرف صاحب الرخصة، ينجم يعطي توكيل، ينجم يعطي اثنين. وهذاك كيفاش تكاثر عدد الوكلاء وإلا نائبي البيع، ونجم المتزود الأصلي يتزود ونائب البيع يجي ياخذ السلعة والوكيل متاعه يجي ياخذ السلعة. ظاهرة هذه تدل على غياب الدولة، غياب أجهزة الرقابة. ونحن اليوم كي نحسبوهم معناتها ما أكثرهم حين تعدهم عن جهاز الرقابة متاع وزارة المالية، وعن جهاز الرقابة متاع وزارة التجارة، وثم طبعا أجهزة أخرى كما الأجهزة الأمنية والديوانية هي أيضا مخول لها القيام بالمراقبة. اليوم نجو نشوفوا وزارة التجارة. وزارة التجارة على الرغم من أنه قانون حماية المستهلك اللي ما تبدل فيه حتى حرف من عام 1992، رغم تطور الجريمة القانون هذا يسمح للأعوان متاع مصالح حماية المستهلك بالتدخل وإيقاف الناس اللي اليوم الوسطاء هذوما اللي ينشطوا بطرق غير قانونية حسب الأمر اللي نظم توزيع التبغ والوقيت. الناس هذوما ما عندهمش تراخيص لأنه ما ينجم يوزع التبغ والوقيت معناتها إلا الناس اللي تحصلوا على تراخيص. ونحن اليوم نشوفوا أنه من هب ودب يتدخل في عملية توزيع وفي عملية بيع وعرض التبغ للعموم. لهنا يبدو لي أن الناس هذوما مش ينشطوا تحت الأرض ولا ينشطوا في الفضاء، الناس هذوما موجودين، الناس كل تتفرج عليهم، ولكن فهمني لا تحرص على تطبيق القانون. ونحن اليوم وللأسف أنه هذا يعتبر جريمة. هم النشطين في القطاع هم اللي طالبوا بتنظيم مسالك التوزيع لأنهم مضروا من نسبة هامة من الرخص اللي تم إسنادها. تعرفوا الرخص هذه تسند عن طريق الولات في الجهات، تم مراسلة الولات على أساس أنه يتوقفوا عن إسناد الرخص في انتظار معناها الإصلاحات اللي باش يتم إدخالها على مسالك التوزيع. نتصوروا أنه توقف عن إسناد الرخص باش يخفف من الحدة متاع النقاط البيع اللي تكاثر فيها العدد اليوم، والمضاربة ولات حاجة معناها عادية بالنسبة للي يتزودوا من منتجات الاختصاص. عندنا أيضا جريمة أخرى اليوم يرتكبوها الناس اللي يتدخلوا في بيع التبغ بطرق غير شرعية واللي هما غير مؤهلين. عندنا الفقرة الرابعة من الفصل 39 مكرر من قانون المنافسة والأسعار، القانون عدد 64 لسنة 91، واضحة فيه خطية من 500 إلى 50,000 دينار يتعمل المحضر تقوم به مصالح المراقبة الاقتصادية، خطية مالية من 500 إلى 50,000 دينار بالنسبة للناس اللي يمسكوا منتوجات ما تدخلش في نطاق النشاط المصرح به لدى إدارة الجباية أو لدى الإدارة بصفة عامة. أيضا جريمة أخرى الناس هذوما يرتكبوها هو أنه الدخان ما يزموش يتباع بأكثر من السعر اللي صادقت عليه السلطة الإدارية، وهذا يدخل في الجدول ألف اللي يحدد المنتوجات اللي الأسعار متاعها صادق عليها السلطة الإدارية، صادق عليها الدولة. من بين المنتوجات هذه نوجد التبغ والوقي. اليوم
هل أنه يتباع بالسعر اللي حدته السلطة الإدارية ولا يتباع بأسعار أخرى والناس كلها تتفرج؟ أقل شيء أقل شيء بالنسبة للي ممكن الإدارة تضبطهم. ثم اختية من 50 دينار إلى 20,000 دينار. وين هذي؟ هذا القانون اليوم غير مطبق، وهذا جاء في قانون المنافسة والأسعار. علاش ما نطبقوش هالخطايا هذه وندخلوا؟ ما هو مدماش موارد ووزير المالية يحكي عن الموارد، يا سيدي هاي يجوا طبقوا القانون ودخلوا موارد للخزينة العامة واحموا المستهلك. نقطة أخرى هي نقاط البيع، يعني شوفوهم ولاحظناهم وشفتهم وتابعتهم شخصيا، ما يتزودوا من نقاط التوزيع معنا في القباض المالية، مش ياخذوا اللي تمشي الجمل يقول لك ما عنديش. لأنه شفته الصباح وشري تمشي له بعد ساعتين يقول لك لا ما عنديش. كما قلت الأسعار ماهيش مراقبة، النتيجة أنه المضاربة تكثر. اللي عنده رخصة معاش يخلصوا باش يبيع بالسوم الرسمي، يقول لك هاو يبيعوا هم بأغلى سوم، الهامش الربح متاعهم ولا خير كبير مش هذاك، علاش هو معاش تلقى عنده المنتوش؟ رغم اللي في الزيادة الأخيرة في أسعار الطبق راهو حسننا في هامش الربح للباعة، كان في حدود 4% أصبح في 6%. قناعتنا وأنه هامش الربح هذايا من أضعف هامش على مستوى تجارة التفصيل، هذاك علاش ولا في 6%. كنقول 6% راهو زدنا 50% من هامش الربح بالنسبة للباعة نتاع مواد الاختصاص. بالتالي قلنا فمشي ما يتشجعوا باش يحافظ على بيع منتوجات الاختصاص الرسمية وما يروش المنتوجات المهربة. هذه كخطوة أولى، لكن باش تتبعها خطوات أخرى على مستوى كرس الشروط وعلى مستوى كذلك عقود استغلال البيع متاع المنتوجات، ويزم يكون عندهم محل للبيع. تحكم في العرض من خلال شراء الكميات اللي يتم التوزيع متاعها من قبل الوكالة، تشريها ولت هي تشريها، تشيح السوق، ومن بعد هي تولي هي اللي تزود، وكأنها اليوم تقوم مقام وكالة موازية. هذا اليوم من شنو ولت عنا وكالة موازية، والوكالة الموازية تربح أكثر من الوكالة متاعنا الرسمية. شاهدت في قنوات التلفزية أنه تم حجز كميات هامة من السجائر المروجة والمهربة. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة عمليات رقابية. نحكي عن المنتوج الوطني. أنا قلت لك أنا كمواطن ما نشوف السيد مشي خذا من نقطة التوزيع في قباضة خذا كميات هامة، بعد يجي الجمهور يقول لي ما عنديش. بينما نشوفوا كيفاش يحوس معناها يبيع فيها لنقاط بيع الحماصة وكشاك وغيره وغيره وغيره. هنا فين دور الرقابة؟ عوان المراقبة المفروض يتابع المنتوج فين مشي، مشي المستهلك ولا مشي معناها للاحتكار. صحيح، نعرفوا كل بعد الثورة أنه هناك نوع من التسيب على مستوى نقاط البيع الرسمية، لأنه كما قلت لك لما يوجد هامش ربح أوفر من السعر الرسمي، لأنه 4 أو 6% ممكن كيف يفوت في المنتوج متاعه ويلقى أكثر، بطبيعة الحال ما تلقاش المنتوج عنده في البيع الرسمي، وهذا اللي صاير. وذاك علاش اليوم قلنا وأنه عديد من نقاط البيع نتاع مواد الاختصاص ما عندهمش رخص. انت ذكرت بالنسبه لنقاط بيع الفواكه الجافه، اغلبيتها ما عندهاش رخصه نتاع بيع منتوجات اختصاص، ولكن هما اللي يتحكموا في السوق اليوم. وهذاك علاش معناه البيع الرسمي لما يوجد هامش ربح افضل من الهامش الرسمي، بطبيعه الحال باش يوجه المنتوج نتاعو للنقاط هذه نتاع بيع الفواكه الجافة. لكن هذا على حساب المستهلك المواطن ولا حساب وزارة الدولة؟ هذا كان على حساب المستهلك، لأنه يقتني منتوج بسعر أرفع من السعر الرسمي. عائدات ميزانية الدولة هو من القباضة وإلا من مركز التوزيع، الدولة راهي تاخذ الأداة نتاعها، بالتالي ما فماش ضرر لميزانية الدولة، ضرر يوقع خاصة للمستهلك. كيفاش نحموه سي صالح المستهلك؟ هذا اللي كنت نحكي فيه من ناحية تعصير مسالك التوزيع، من ناحية أنه يولي كل بائع
يخضع لكرة الشروط، يعني كرة الشروط فيها التزامات مش مبيعش منتوجات مهربة، وباش يخضع للرقابة أيضا. هذه الإجراءات هذه من شأنها أن يتقلص من الظاهرة نتاع المضاربة في السوق، وباش على الأقل تمكن أصحاب الرخص باش يلقاو حقهم من ناحية هامش الربح. هياكل الرقابة تغط في سبات عميق، هي هياكل الرقابة تغط في سبات. ماذاك هو هذا موظف وقت اللي ما مكلف بالسهر على احترام القانون ولا يعاقب على تعطيل العمل بالقوانين، شنو شنو هو الفصل 107 يجب أن يحذف اللي يحكي على الاعتصاب المتقارر عليه بين موظفين فما أكثر. وعليش الاعتصاب؟ هو أي موظف الفصل 107 يزمه يتبدل، أي موظف يعطل العمل بالقوانين يجب أن يعتبر مرتكب لجنحة. علاش يلزمني نثبت أنه زوز ولا ثلاثة موظفين هما اللي عملوا اتفاق بيناتهم وباش عطلوا احترام القانون؟ هذا خطأ. القانون المصري مثلا في الفصل 108 ينص على أنه أي موظف يعطل العمل بالقوانين يعتبر مرتكب لجنحة. احنا اليوم وللأسف هذي ما حبوش يعملوه، رفضوا. نقلنا إلى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بتونس، قصد معرفة أسباب ظاهرة المضاربة والاحتكار. هل بسبب نقص المواد الأولية وقلة وفرة الإنتاج؟ سامتي، فاحنا تو في مناطق تخزين المواد الأولية للدخان. هذه مناطق تخزين مواد أولية يقع استيرادها من جميع دول العالم، ويروح المنتج للتبغ يجي من أمريكا اللاتينية، من البرازيل، من إفريقيا، تنزانيا، زيمبابوي، زومبي، يجيبوا حتى من دول الآسيوية من الصين وتايلاندا، وفما أنواع تجي من أوروبا، من اليونان ومن تركيا. احنا في تونس غالي نرجو شوية كميات مش كافية ولا النوعية مش هيش؟ لا، الانتاج في تونس فما نوعيات من جوا في تونس، فما نوعيات نوردها من الخارج، لأن تركيبة السجائر تتكون من عدة أنواع. فما موجودة أنواع تونسية، فما البرلي تونسي، فما التبغ العربي تونسي، فما التبغ الشرقي، فما التبغ الاستنشاق النفع من جوا في تونس، ويزمنا نزيدوا الأنواع أخرى من الخارج. يعني هو معناتها كوكتيل ستان ميلانش. هذا من هذه عملية التخزين تم هنا تاع التبوغ المورده من الخارج. هذه المواد الأولية اللي يقع استيرادها من الخارج باش. وسامحني معناها يقاش ثم نقص ثم معناها تجي ثم ساعه يقول لك ما ثماش دخان في معناها هذا النقص ولا بالنسبه للمواد الاوليه احنا ما نقصوش، خاطر كيف نشريو معناتها حاجيات سنه كامله، مرشيات تاع عام كامل، مرشيات كبيره وتجي من بلدان بعيده. الاستيراد يقع على معناتها نحسبوا الحاجيات نتاع سنه كامله، وقبل بسنه نلانسيو طلب العروض نتاعنا نشريوا، يعني طلب عروض دولي. سيدي بكل ستوك ديما عندنا على الاقل عام ونص على الاقل ستوك حاضر حاضر بوليفيتي مشاكل نتاع باش زاد الخلطه تكون اوموجين. يبدا عندنا لو طون كيلفو، الوقت اللازم باش الخلطه نتاعنا تكون مريقله ويكون البرودوي كونسوم، معناتها ما يبداش فما دي فارياسيون في الكاليتي تاع البرودوي نتاع السويبر نتاعنا. هذا تو شفنا تانينا من المخزون على المواد الأولية، معناها عملية تخزينها هوني عندكم في الوكالة، معناها تو باش نحاولوا نشوفوا عملية الإنتاج كيفاش تتم وكيفاش تصير في وضح هوني في معمل معمل آخر فيه المواد الأولية هذه كي تمشي شيء الخلطة اللي يلزمها تتعمل باش نعملوا الليجير ولا باش نعملوا الكريستال ولا باش نعملوا النوع نتاع الدخان اللي باش نعملوه، ما كانش هي الخلطه، ثم خلطه معينه، والنوعيات نتاع الدخان هذوما نوعيات كل واحد شيء الامتياز نتاعو ولا الخصوصيات نتاعو. يشغل قطاع انتاج التبغ بالبلاد التونسيه 3000 عامل مباشر داخل مصانع انتاج التبغ بتونس والقيروان.
يتجاوز عدد العاملين في قطاع بيع الدخان بطريقة غير مباشرة قرابة 45 ألف نشط في هذا القطاع، حيث يقومون بعمليات بيع السجائر بطرق مخالفة للإجراءات القانونية. وتجدر إشارة إلى تقلص عدد مزارعي مادة التبغ من 11 ألف مزارع إلى 4500 مزارع حالياً، وهذا ما جعل الهياكل المتدخلة في القطاع تقوم بزيادة في الأسعار بنسبة 10% بهدف العودة إلى نشاط الزراعة. كما تعمل الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بتونس إلى الترفيع في نسخ الإنتاج عبر إضافة وحدات إنتاج جديدة في الأشهر القادمة بهدف توفير المنتوج المحلي والأجنبي للحد من ظاهرة المضاربة والاحتكار. من ضمن النقاط اللي حرصنا على زيارتها داخل الوكالة هي مراكز تخزين المنتوج وتوزيع داخل البلاد التونسية، وذلك حسب حاجية الجهات مع توفير الكميات المطلوبة لكل قبضة مالية في كل ولاية، ولا يمكن إيصالها أو تحويلها من جهة لأخرى لأي طرف أجنبي أو دخيل. هنا تخزين المواد برودوي فيني مصنع، المواد مصنع الكل تسوى الشرائيات ولا انتاج داخلي وانتاج محلي من هنا يتلموا هنا وتصير من هنا التوزيع بضات ولا مراكز التوزيع حسب الطلبيات نتاعهم حسب السوق شنو البرودوي كل برودوي عنده يتباع في منطقة مثلا السيجار كافي كريم في المناطق السياحية الشمال الغربي يطلبوا كريستال والنفا اكثر احنا والمنطقه فهمت نعطيهم فصل يطلبوا ياخذوا حسب ثم دراسه من حسب المنطقه ما عندنا ستوريك عندنا كوميلاسيون نتاع فونت في القبضات عندنا الستاتستيك نتاع الفونت في القبضات بار ريجيون اي بار برودوي نعرف واحنا نوفروا الريجي توفر ديما ممكن ثم سؤال هنا معناها حسب المخازن اللي عندكم المنتوج هنا معناها اللي باش يمشي توا معناها هذا الاستهلاك باش يمشي توزع برا معناها يوفر الكميات معناها بتاع السوق المحليه كلها ولا ثم نقص ولا ثم لا يوفر احنا قاعدين نلبيو توا حسب الطلب تاع القبضات كي يطلبوا حاجه زايده يعطيوهم معناها هو ثم دي ستاتستيك هذوك سي دي نورم ستاتيستيك ما تفهم كمية معينة متاع جولواز ولا متاع واحد وانتي والريجيون ولا متاع عشان مالس خفيف ولا عشان مالس سيلفر ولا واحد اللي يعرفوا القبضة هذيك قديش تبيع وإذا كان هو عنده زيادة متاع طلب واحد جماعة موجودين باش يزيدوا له يوفروا له الكمية اللي حاجته بها لا خاطر مثلا تصورنا في القبضات وصورنا مع الناس اللي عندهم اصحاب الرخص من نتاع نقاط البيع يقول لك نمشوا القبضه مثلا من ثم انواع ما نلقوهاش ولا كميه محدوده ولا فهمتني مثلا اذا كان ثم عباد قاعده تو في القبضه عندنا دي ستاتستيك احنا نعملوهم والقبضه هذه الانسان ستبيع في قداش 2000 كردونه ولا 3000 كردونه في الجمعه اذا كان القبضه هذه يجي واحد ولا اثنين ويشريوا في الرخص من عند بعضهم يجي يهز الكميه الكل ويعمل في من بعد فيهم يخلع احتكار معناتها ما نجموش نلبيو الطلب نتاع جماعه اللي يهز هو بيته يعمل في ستوكاج في بلاصه اخرى. الخلل ماهوش في الانتاج ولا في التوزيع ولا في الانتاج ولا في التوزيع في المسالك الطبيعيه. ريت البطاطا تنقص البطاطا ثم عاملين فريجيدات البطاطا الدخان يشريوا برشا ويخبيوا زاد البينيري السعاده ما يبيعوا فيه خاطر بالزايد يخلقوا فيها هي مش موجوده يخلقوها. احنا تو الريجي
اللي متاكد منه انا 35 سنه خدمت فيها ديما الرجيم ملبي السوق ومريق الامور كسوا في الانتاج كسوا في الكاليتي كسوا في الديستريبيسيون. احنا الحمد لله تو اطاراتنا يعرفوا ايش يعملوا، تجربه كامله سنه تاع التجاره مش ناقصين سوق نشموه احنا مش نقراوه احنا نشموه شمه. اما ثم عباد في تونس تو فاضي يشري كردونة واثنين ومع صاحبه ويشري 10 وياخذ يكري رخص ويخبيهم شي يطلع السوق مش ما يبيعوش بسوم ويبيعوا ب 3300 وانت تعرف هذا اللي صاير. هذا السايق دوك ما يبداوش يدخلوا الريجي مش نفسه وقت اللي احنا مازالنا عملنا ليفريزون او حماس بجنبه عنده ستوك وعنده دراج هكا جيتوا برازات انتم مدروسه جاي بتاعك مش مدروسه احنا ليش حبينا احنا تو معناها جينا تحولنا من القباضه تاعي انا معناها كنا قدامك انت تتكلم وانت تشوف عيني يقول لك مثلا ما عرفش ثم انواع ما نلقاوهاش ولا نلقاو كميه محدده يقول لك مثلا نعطيك 10 كراتش في عود ولا حاجه 100 كرتوش المؤسسه احنا حابين نفهموها المؤسسه ولا مساحه الدوله باش نجيبوا برودوي من برا واحد ونخليه ستوكي هنا هذيك دوفيز دوفيز وفلوس وتتصب في التريزوري ولا باش احنا بيتنا نخلصوا خدمتنا ونريقلوا امورنا ونجيبوا الماتيير نتاعنا ونجيبوا الفورنيتور واحد تجي قليله شويه تشوف 500 يعبيوا هنا اونستون اللي يهزوا منها 1000 4000 5000 كرتون خرجوا كل يوم فهمت بقى هكا هو اسمها السوق التونسيه هذيك يحكموا فيها المحتكرين ويحكموا فيها السمسار وقتش الدولة ترجع أمورها إن شاء الله بشوي بشوي ترجع بشوي ترجع إن شاء الله قاعدين فما شوي كبس وإن شاء الله قد ربي ترجع ويتنحى المارشي باراليل هذايا اللي مارشي باراليل معمول بالبرودوي نتاعك والله كان جا مارشي باراليل بحاجة أخرى والله صح بالبرودوي نتاعك أما ذي بالبرودوي نتاعك يشري لك البرودوي نتاعك يستوكيهم بعد يهز هو يبيعه بشوي بشوي ما إيش معقول ولا يخسف الربح مع الدولة مش يخسف ما أنا فهمتي ولا هو المستفيد الأكبر هو المستفيد دي بيتو ياخذ 5% ولا قداش ربحه والآخر ياخذ 200 فرنك في الباك اللي هو معناها يجي أكثر من 20% إيش وضعية كهو وش نحكي معك أنا كل صدق معناها حتى في الإنتاج الأجنبي معناها الأنواع كلها متوفرة كل شيء متوفر فيهم أكثر هذا رويال هذاك ميريت شفنا مغادي مالبور وتسكي سيجارة أمريكية فرنسا نجيبوا راهو حاجية السوق التونسية حاجية السوق ما تجي حتى لي ليفريزون يجيونا من برا تجي ومريقلين ما تصيرش بينوري معناها ثماش نقص ثماش تأخير ثماش حبيت أنا واحد من الناس حبيت نفهم اللغز هذا بتاع الدخان اللي يتفقد في نقاط البيع معناها الرسمية ويتواجد معناها في نقاط معناها في الأكشاك في الحماسة في معناها في على الطريق نقولوا فيها في الدكتور يخبيوه الحماسة ويخبيوه الحماسة ويبيعوه ما يبيعش في حانوته هو عنده رخصة ما يبيعش في حانوته مو سامحني سي نجيب مشكلة كون معكم كيف حكيت معاهم يقول لك القمر ما يوفر لناش ما يمشي يقول لك انا ما فهمتش لا هي انا علاش جيت كيما سمعتهم هما جيناكم انتم العائلة لا هو المسؤولين وانا معك انا ناكد لك اللي لا عندناش اشكالية لا انتاج ولا استيراد ولا توزيع مشكلة السوق مضطربة لبرا وكل العوامل الاخرى وكهو احنا ما نحكموش في تونس احنا لا وجدت في فترة نتاع متى السنين اللي تعداو ما كانتش هي موجودة برشا السنين اللي تعداو تو تقول تربي الامور ترجع بشوية بشوية واحد وحاجة عادية هذه بلاد تعدات ازمة دي برودوي كل شيء روحي برتيرباسيون اخي كان احنا في الفلفل والطماطم والبطاطا والحليب وكل شيء والدخان ترجع المضاربين والمحتكرين معناها هذا معناها اي مجال فيه هامش ربح معناها يدخلوا فيه الامن قاعدين ماش كان سمعتوش بها وقت اللي لقاو مغازة كاملة في جهة واحد لقاو معبية بالدخان عادت تشري يشري من عندك انت من القباضه ويهز هو يستوكي واللي هو يبيع يولي واللي يتحكموا في السوق برا يتحكم في السوق اي جات فتره صعيبه شويه البلاد كامله تقعد تربي تحسن شويه شويه احنا بيدنا قاعدين عاملين معناتها ديزانفستيسمون اخرين واحد باش نجيبوا ماكينات جدد وهم جايين بروشينما باش نزيدوا نوفروا اونكور دافونتاج باش نقصوا من الحكايه هذه نتاع الله اللي قدر نتاع الكونترباند ولا نتاع برودوي واحد نتاع جماعه هذوما كي يبدا فما عنده ان ستوك احنا قاعدين نمشيو وفير مزور معناتها نعطيوه الكميه اللي هو حاجته بها واللي احنا نجموا هذا باش نعطيوه كميه واحد دونك بشوي بشوي تو بجيب الماكينات الجدد هذوما اللي بقدر تربي جايين في من غدوة عندنا ماكينة جاية معناتها مواد مارس عندنا ماكينات أخرين جايين دونك باش نوفروا بزايد للواحد باش ما نخليه حتى فرصة للجماعة هذوما باش يبقى هو واحد باش يخدم ولا باش ياخذ ويستوكي في بلاصة أخرى هو ياخذ ويستوكي وإذا نوفر بزايد للقبضة دونك ما عادش يبقى فما أن إكيليبر يولي موجود حتى كابيتال ويوفى هو ما عادش ينجم يشري روحه ما عادش يلقى روحه خاطر
الكمية اللي باش يخبيها هو يخبي وانا السيد هذاك اللي في القبضة باش نعطيه بزيت. ما انا قاعد عرض الطلب تكون ماشي متوازنة. امور تبدا مريقله هو ما عينوش ماهوش في مصلحته باش يستوكي من بعد خاطر باش يلقى روحه السوم هو بيته. امام تفاقم هذه الظاهرة التي اضرت بجيب المستهلك وارتفاع عدد المضاربين والمحتكرين في هذا المجال، اصبح من الضروري ايجاد حلول ناجعة لحماية المستهلك على قاعدة الاثراء دون سبب. كان من المفروض انه يتعمل اليوم وكل الاوامر العالية يجب ان تنسخ ونعاود ونعمل قانون جديد دع توزيع، ولا عندنا قوانين اخرى اللي هي اليوم تشرف عليها وزارة التجارة وتتعلق بالتوزيع نطبقوا القوانين هذيك مع الترفيع بصفة كبيرة وخطيرة في العقوبات. الإجراءات أنه باش تكون جزائية على مستوى المهربي، هذا سمعتوه أنتم في القانون التكميلي المالية 2014، وعلاوة على الإجراءات الجزائية باش يتم كذلك بعث فرق مشترك فيها ممثلين عن القطاع وزارة التجارة وزارة الداخلية باش يرجعوا لك العمليات متاع المراقبة الدورية على مستوى الأسواق وعلى مستوى نقاط البيع. وإلى حد الآن القانون المتعلق بالكسب غير المشروع إلى حد الآن معطل ببعضه، وهذا في خرق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي تلزمنا بسن قانون يتعلق بالكسب غير المشروع. واليوم مشكلة أن وزير التجارة إذا ما يحيلش المحاضر للنيابة العمومية ما عملنا حد شيء، ودائرة المحاسبة محاسبات عند تفقدها لمصالح المراقبة الاقتصادية أثبتت وجدت أن هناك محاضر لم تتم إحالتها طيلة سنة، لم تتم الإحالة متاعها للنيابة العمومية. قطاع التبغ اليوم يوفر حوالي 7% من عائدات ميزانية الدولة، كنقول 7% من العائدات العادية لميزانية الدولة منها دون اعتبار الديون الخارجية، راهو تمثل حوالي 1.2 مليار دينار، 1200 مليار. مسألة أخرى هامة جدا وعملتها معناتها البلدان المتطورة وعملتها حتى جارتنا الجزائر هو إيجاد سجل وطني يتعلق بالمضاربين، يتعمل سجل وطني يتعلق بالمضاربين وممارسي الغش ومرتكبي الجرائم الاقتصادية والجبائية والمالية والديوانية بكل أصنافها، هذوما يتحطوا في سجل وطني يوضعوا على ذمة العموم. نحن اليوم السلطة اللي هي من المفروض تحمي الطرف الضعيف اللي هو المستهلك هي بدورها استهلكاته مع المافيات واللوبيات والعصابات. المستهلك حميناه في الطابونة وحميناه في الكوشة والحمد لله. الآلية القانونية مفقودة. به الجمعيات ما عندها سلطة قوية. تكاليف التقاضي مكلفة، ونحن اليوم داخلين في مرحلة خطيرة جدا هي مرحلة قتل المستهلك. ما عادش نهبه وسرقته وكذا، لا احنا داخلين توا في قتله من خلال السماح بعرض منتجات مسمومة وربما قد تحتوي اشعاعات نووية، ربما قد تحتوي اشعاعات نووية وهذا غير مستبعد. أخضر نيت من عليه ما يبدلوش وضعي، من الجوش يتبدل وضعي ترمر عليها بربي، يخزر حساسية من الخنافيس، أخضر حساسية من الخنافيس وفرقة أخضر.
نتوع عنا مشكلة معناتها كبيرة عويسة في الطب. عنا طبيب واحد يجينا ثلاثة يروح الجمعة الصباح، يعني ياسر معناتها باللي يقبل النساء باللي يولد أكثر من طاقته. ما حلقوش ما زي جزبه لا نشوف من مال ساعتين من مال ساعتين راح في الربط نحن نروح كابة يخذ بيها واحد بركش مصرابتين ويجبسي